أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الزد كلاس روم. في الفيديو هذا خصصته باش نفهموا كومون ديتيرميني او تراسي لا كورب دو لورانز اي كومون ديتيرميني لانديس دو جيني. كيف باش نشوفوا زاد في اخر فيديو شنو الفرق ما بين الميديان والميديال، كيفاش نطلعوا الميديان، كيفاش نطلعوا الميديال زاد، واسك شنو الفرق ما بيناتهم للزوز، ونشوفوا شنو تعطينا الميديال بالضبط في الاستاتستيك ديسكريبتيف. بون، على هذاك خذيت ان اكزامبل دان اكزرسيس. اش قال لي؟ قال لي اون فا اتيدي ولا اون اتيدي لي سالير دو 50 امبلويي دون انتربريز. بي في الديستريبيسيون لهنا سيت ان ديستريبيسيون كيما تلاحظوا سيت ان فاريابل كونتينو. دونك عندنا تروا موداليتي بالنسبه للاكس اي. عندنا لو سالير ما بين 600 حتى مليون و200، عندنا مليون و200 مليون 800، مليون 800 زوج ملايين و100. دونك خديت ان اكزرسيس قصير شويه باش ما يكثرش عندي الكالكيل وكل، جيست نحاولوا نفهموا الديمارش والا الاستيس كيفاش باش تطلع انت الكور دو لورانس وكيفاش تكلكل الانديس دو جيني. فوالا انا لهنا ديريكت بويسكو هو سيت ان فاريابل كونتيني ديريكت حطيت لي كلاس بليتو لو سونتر دو شاك كلاس. عندنا ليفكتيف لهنا عندي 15 سالاريي يخلصوا ما بين 600 ومليون و200، عندي 25 سالاريي يخلصوا ما بين مليون و200 ومليون و800، وعندي 10 سالاريي كي يخلصوا ما بين مليون و800 وزوج ملايين و100. اون فيت لونتربريز هذه فيها 50 سالاري ولا 50 سالاري، وهذه الديستريبسيون تاعها. باهي، من بعد شنو عملت؟ تو سامبلومون خدمت لي فريكونس. لي فريكونس نذكركم اللي هي سي ليفكتيف ابسولي هذايا سور ليفكتيف توتال، نلقاو 15 سور 50 نلقاو 0.3، 25 سور 50 نلقاو 0.5، 10 سور 50 نلقاو 0.2. En fait, le total des fréquences relatives toujours égal à 1. B. Même bas, خديت خدمت أنا les fréquences cumulées croissantes. B. باش نبدأ من 0.3، من بعد 0.3 نزيد 0.5، تعطيني 0.8. من بعد 0.8 نزيدهم 0.2، automatiquement باش يعطيني 1. هذه هي la fréquence cumulée croissante. B. لحد داكش لهنا كل شيء واضح واللي يزيد. B. هات نفهموا الساعة علاش يطلب مني لا كورب دو لورانز، وشنية لوتيليتي متاع الكورب دو لورانز. لوتيليتي متاع الكورب دو لورانز ان فيت كي بيرمي دو ميزيري لا ماس سالاريال متاع لي زومبلويي اللي موجودة لهنا. باهي، اوترومون شنية باش نشوفو اسكو لا كونسونتراسيون نتاع لا ماس سالاريال اسك ال اي فابل والا فورت. باه، شنو يلزمني نخدم الساعة؟ اول حاجه مطالب اني نحسب لا ماس سالاريال هذه بالروج. اون فيت شنو هي لا ماس سالاريال لهنا؟ هي اون فيت الان اي ليفكتيف فوا سي اي. عندي 15 امبلويير يخلصوا ما بين 600 ومليون و200. اون فيت باش ناخذ السونتر نتاع الانترفال هذايا ونحسب 15 في 900 يعطوني 13500. كيف 25 فوا 1500 باش يعطوني 37500، وعندي 10 في 1950 باش يعطوني 19500. باش نزيد نحسب لهم التوتال نتاع لا ماس سالاريال نلقاها 70500 دينار. باهي، من بعد باش نحسب انا لي فريكونس نتاع لا ماس سالاريال بارابور لا ماس سالاريال توتال. اون فيت كيفاش لقيت هذه؟ والحقيقه انا سميت هنا بي تي جي اي. بي البي تي جي اي شنو هي؟ هذه اون فيت هي 13500 سور 70500 باش نلقاو 0.191. الثاني باش نحسب انا 37500 سور 70500 باش نلقاها 0.532. اخر حاجة 19500 سور 70500 باش نلقاها 0.277. من بعد لهنا الجراند جي اي هذية ان فيت سي
la masse salariale cumulée croissante. كيف كيف كانت لاحظوا لهنا بديت بزيرو 191 من بعد زدتها 0,532 جاتني 0,723 اخر حاجه نورمالمون سي لوجيك باش نلقاو توتال الاخراني هو ا. ايوا توا كيفاش باش نصور انا شوف اجا نقول لكم الملاحظه لهنا انه بارفوا تلقاو دي زيكزرسيس يخدموا لك هذوما اون بورسونتاج يعني ما يحطوهمش هكا اون فيرغيل يعني اون بورسونتاج تلقاها كيف هكا يعني تولي لهذه 19.1% 53.2% 27.7% اون فيت نفس الخدمه جيست هكا حسيتها اكثر ليزيب. باهي توا باش نصور انا الكورب دو لورانس شنو مطالب من التابلو هذا باش نخرج. اون فيت شيغ ايتيديون الكور دو لورانس باش نستحقو لا ماس سالاريال كومولي كواسون اللي هي جي اي غران جي اي وباش نستحقو للفريكونس كومولي كواسون هذوما الزوز لو دو كولون هذوما الزوز. باهي جيت انا لهنا وصورت لو دو زاكس هذوما هذا لاكس دابسيس وهذا لاكس دوردوني. دونك ديما 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 في اللاكس دابسيس نحطو الاف اي لو غروند اف اي سي لا فريكونس كوميلي كرواسون في اللاكس دو زوردوني باش نحط لا ماس سالاريال كرواسون بي كوميلي كرواسون بلوتو فوالا. ونحاولو ديما فات اتونسيون بالنسبة للروبير هذايا نحاولو ناخذوهم قد قد باش تعطينا illustration lisible واضحة وكلير. بعد لو صورت انا بالاحمر هذوما الزوز لي دو زاكس وحطيت لي شيفر بتاعي نجم لهنا تاخو بلوتو لو ريبير تنجم تاخو 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر باغ اكزومبل انا لهنا خليت باغ 2 يعني 02 04 انسي سويت كيما تنجم تعمل 01 02 03 حتى يكش لل 1 كيف كيف حتى يكش لل 1 لهنا كان تخدم انت بالبورسونتاج دونك باش تحط هنا 20% 40% 60% سي سويت حتى كش 100%. من بعد اش باش تعمل اون فا تراسي سو كون ابل لو كاري دو جيني هذايا بالفير بالفير هذايا سي لو كاري دو جيني تسمى فوالا هكا لهنا لي زانديس كلها حطيتهم بالافيك لو كولور شنو تسمى المربع هذايا يتسمى سي لو كاري دو جيني باش تربط انت الان 100% هذه ب 100% تاع الفريكونس كوميلي كرواسون. باه من بعد شنو باش تعمل باش تعمل الدروات هذه الاوريجين نتاعو من هنا من الزيرو حتى يكش للكوان المقابله في الكاري هذايا وهذه شنو تتسمى تتسمى سي لا دروات دي غاليتي بارفيت. اش معناه يعني لوسك الكورب هذه اللي باش نصوروها وقت اللي ايه كونفوندي مع الدروات هذايا دونك وقتها ما نحكيوش على كونسونتراسيون جمله واضح دونك وقتها لا كونسونتراسيون اي نول. باه توا باش تصور انت الكورب دو كونسونتراسيون هذايا اللي هي بالفيولي انا حطيتها هذه بالفيولي تتسمى سي لا كورب دو لوغاز هاي كلنا سي لا كورب دو لوغاز. اون فيت انا شنو عندي عندي الفريكونس الاولى كوميلي كوميلي كرواسونت اللي هي 0.3 مقابله بال الفريكونس الاولى نتاع لا ماس سالاريال كوميلي كرواسونت زيد دونك جو كومبين 0.3 بال 0.191 ا ببري هذا هو 0.3 حتى لهنا ا ببري وهذا 0.1.1 فوالا هكا حطيتها بوان لهنا هذيك نتاع البوان الاول. البوان الثاني هي 0.8 وفي ال في الجراند جي هي 0.723 دونك عندي انا 0.8 في الفريكونس كوميلي ونكومبينيها مع 0.723 ابوبري لهنا دونك هذه البوان الثاني. باه من بعد تو سامبلومون باش تمشي تربط انت الكورب سيتين كورب فوالا من الزيرو حتى يكشل هذه بطبيعة الحال باش تتعدى باللي دو بوان هذوما لزوز فوالا. هنا وقت اللي صورنا احنا الكور دو لورانز نلقاو الاسباس هذا ولا السيرفاس هذه هذيك هي سي لا سيرفاس تسمى لير دو كونسونتراسيون. باهي ثم ملاحظه كونو لير دو كونسونتراسيون ولا السيرفاس هذه
مستحيل انك تلقاها فوق من دروات ديجاليتي بارفيت، مستحيل ديما تلقاها من اللوت. فوالا توا احنا باش نركزو جينيرالمون، جينيرالمون باش نركزو على مثلا باش نسمي البوان هذه نسميها او، والبوان هذه باش نسميها ا، والبوان هذه باش نسميها بي. هذه بيه السيرفاس هذه كيفاش باش نلقاها؟ اون فيت احنا حاجتنا توا باش نحسبو السيرفاس نتاع الاسباس الاشيري بالفير هذا ولا لير دو كونسونتراسيون. بيه الديتاي طويل برشا وما حبيتش نهبطوهولكم لهنا خاطرو يلزمو وحدو ان ايبيزود فيديو وحدها ويبدا بيان كونسونتري. مي جينيرالمون هات ناخذ فكره، اون فيت هي سي ليسباس نتاع التريونجل هذايا او ا بي باش تنحي منه اللي تحت السيرفاس هذا الكل. به هذايا كل اون فيت باش تدخل فيه دوتغ فورميل، مثلا باش نستحقوا الفورميل دان ترابيز. فوالا لهنا عندنا باش نلقاو عندنا تروا ترابيز باش نسحقوا للفورميل نتاع لي ترابيز انسي سويت. قلت لكم الديتاي نتاع الفورميل كيفاش باش نلقاوها ما يهمناش لهنا بقدر ما يهمنا لانتربريتاسيون وكيفاش نحسبوا اللير هذاك. باهي مي اسهل حاجه باش نحسبوها افيك دي زوتيليتي ستاتستيك، تابع معايا خاطر لهنا باش نشوف انا لانديس دو كونسونتراسيون والا تسمى لانديس دو جيني ولا لانديس دو كونسونتراسيون دي جيني، اللي هي باش نفهم بها اسكو الكونسونتراسيون فوبل والا والا فورت. هو الملاحظ انت لو فات كي تلقى السيرفاس هذه اكثر من الشطر والا من الشطر فوالا نتاع التريونجل. نورمالمون لو فرضنا جات لهنا هكا الكورب هذه، نورمالمون باش تقول انه الكونسنتراسيون اي فورت. مي كنت تلاحظوا معايا حتى افي دوي انه الاسباس هذا صغير على الاخر، يعني نورمالمون لهنا جانتربريت كونه لا كونسنتراسيون اي فاب، مي هات نكونفيرميوها بالكالكيل. باهي في الكالكيل شنو باش نسحق؟ في التابلو هذه شنو حط لكم؟ يعني حط لكم الفريكونس كوميلي كرواسونت وحط لكم الفريكونس نتاع الماس سالاريال زاد كوميلي كرواسونت اللي هي جي اي. باهي خاطر في الانديس دو كونسنتراسيون دو جيني الفورميل نتاعها اش تقول لك؟ هو ان موا لا سوم دو اف اي موا اف اي موانز ان fois gi plus gi moins 1. تحسب انت السوم هذايا من بعد تعمل ان موانك السوم هذاك تلقى الانديس دو كونسنتراسيون دو جيني، ومن بعد تبسرفيها كان هي اكثر من 0.5 تقول راهي لا كونسنتراسيون اي فورت، وكان هي اصغر من 0.5 تقول راهي لا كونسنتراسيون اي فاب. هات نشوفوا هاللي دو زيليمون هذوما ولا لي دو فاكتور هذوما كيفاش باش نحسبوه. كيما قلت لكم هنا حطيت لي فريكونس كوميلي كرواسونت، وهنا حطيت لي فريكونس نتاع لا ماس سالاريال كوميلي كرواسونت. تو باش نحسب انا اف اي موان اف اي موان زان، اش معناه؟ يعني اف اي الاولى شنو هي؟ 0.3. الاف اي موان زان نقصد بها هذه انديس هذه اي موان زان شنو هي؟ اللي قبلها يعني 0.3 موان اللي قبلها قداش؟ اللي هي 0. دونك باش تقعد لي 0.3، هكا علاش حطيت هنا 0.3. الثانيه عندي انا 0.8 واللي قبلها شنو هي؟ 0.3. دونك 0.8 موان 0.3 ايجال 0.5. باهي اخر وحده هي ان موان 0.8 باش نلقاو 0.2. باهي هذا كل الاف اي موان اف اي موان زا انا سميته اكس جرونت اكس حاشي بيه من بعد باش نسحقه في الكالكيل. الور وعندي تو باش نحسب انا جي اي بلس جي اي موان زا، دونك هذه جي اي مع جي اي موان زان اللي هي قبلها ستادير 0.191 مع 0 باش تقعد لي 0.191. الثانية هي 0.723 مع اللي قبلها اللي هي 0.191 باش نلقى 0.914. الثالثة والأخرانية هي 1 بلس 0.723 باش نلقى 1.723. واضح هذه الكولون هذه سميتها بور سامبليفي لي سورس شوز سميتها جرونت جريك. باهي دونك تلاحظوا لهنا انا حسبت هذه وحده وهذا وحده،
تو واش قاد لي؟ قاد لي باش نعمل البرودوي ما بينات البرودوي. دونك ما قلت لكم بكري انا كل هذا سميته اكس وهذا سميته جريك، سيتادير انا باش نزيد كولون جديده ونضرب الاكس في الجريك. دونك 03 فوا 0 191 باش تعطيني 0,053 5 0573، انسي تسويت 05 فوا 914 باش تعطيني 0,457، وعندي 02 فوا 1,723 باش تعطيني 0,446. اخر حاجه باش نحسب السوم نتاع البرودوي هذايا باش نلقاه 0,8589. دونك ديجا توا كملنا الكالكيل اون فيت ابليكاسيون نميريك، باش نعمل باش نلوج انا على لانديس دو كونسونتراسيون دي جيني باش نلقاها ا موان 0,8589 كي تيغال 0,1411. ا ببري لهنا شنو نقول؟ سي ا ببري 14%. ظاهر لهنا اللي 14% صغيرة برشا، بعيدة برشا، زادة حتى على 50%. دونك شنجم نقول؟ نقول لا كونسونتراسيون اي فابل. الوغ كملنا مع الكورب دو لورانز اي لانديس دي جيني، نتعداو توا نشوفو شنشوفو مع بعضنا الفرق ما بين الميديان والميديال. وشنيا الميديال وشنيا الميديان؟ باهي، ظاهر اللي الميديان نعرفوها الناس الكل، سي لوبسيرفاسيون اللي موجودة في الكولون هذا الاكس والا في الفاريابل نتاعنا، كي بارتاج la population statistique en deux parties égales. Mais, شنو هي الميديال؟ باهي، والميديال، ça fait partie de quel paramètre؟ الميديال هي ça fait partie du paramètre de concentration. ماهيش كيما الميديان والمود والموين اريتميتيك، لا، c'est la partie de paramètre de concentration، الميديال avec L. باهي، الديفينيسيون تاع الميديال شنو هي؟ الميديال هي c'est la médiane de la série de masse ou elle de la masse salariale associée. C'est-à-dire, باش نشوفوها لهنا الميديال. الميديال باش نلقاوها موجودة entre autres في الماس سالاريال. باهي. دونك خذينا نفس الاكزومبل جيست لهنا باش نستحق اني نطلع الميديان. نعرفوا الناس الكل كيفاش نطلع الميديان. الميديان اون فيت جو دوا اوبسيرفي تو سامبلومون في الفريكونس كوميلي كرواسونت، ونشوف 0.5 وموجودة موجودة دونك ما بين 0.3 و 0.8. اون فيت لا كلاس ميديان هو 1200 و 1800، دونك كيما هنا خرجت ان الميديان ابارتنيون على كلاس ميديان اللي هو 1200 1800. دونك باغ ابليكاسيون نيميريك ولا انتربولاسيون لينيير نجم نطلع الميديان اكواتيكال. دونك نحصر ان الميديان ما بين لي دو بورن نتاعها، نعرف اللي la fréquence de médiane toujours égale à 0,5, fréquence de 1200 est 0,3, ou la fréquence de 1800 est 0,8. Donc, la médiane moins 1200 sur 1800 moins 1200 est égale à 0,5 égale à 0,5 moins 0,3 est égale à 0,2 sur 0,8 moins 0,3 est égale à 0,5. Après, dans le calcul, nous avons la médiane égale à 1440 dinars. L'interprétation. T'as un coût 50% de population, ont un salaire inférieur ou elle est supérieure à 1440 dinars. T'as un coût le médial. Aou l'haja, kif la classe médiale. Mais la classe médiale, elle est mnine observée, elle est mnine observée, mais elle est G, mais le grand GI. Bish n'chouf N05. Khatr toujours Z, le médial, هي الجي متاعها والا الفريكونس متاعها توجور زاده ايجال 0.5. باش نجي نشوف انا 0.5 وين موجوده لها. موجوده ظاهره اللي هي ما بين 0.1191 حتى 0.723 كي كوغسبون لا كلاس مودال 1200 1800. ايوا لهنا اكيد قاعد نقرا في مخاخكم، اسكو الميديال والميديال عندهم نفس الانترفال؟ لا، ماهوش بشرطه، مي بارفوا تواتي في اكزرسيس ان يكونوا عندهم نفس الكلاس، كيما الكلاس مودال، كيما الكلاس بليتو، كيما الكلاس ميديان، هو بيدو الكلاس ميديال، مي راهو ماهوش شرط. راهو تنجم تلقى الميديان في كلاس وتلقى الميديال في كلاس اخر. جو كروا وضحت هالمعلومه هذه. مي في الاكزرسيس هذا لقيناهم للزوز
qui correspond dans un même classe. B, kif kif z, باش نخرج توا انا خرج la classe médiale. Donc, باش نحسب المédial, ديما la fréquence نتاع المédial z, كيما قلنا هي 0,5. Le 1200, la fréquence نتاع هي 0,191. Ou le 1800, la fréquence نتاع هي 0,723. Donc, kif kif, le médial moins 1200 sur 1800 moins 1200, je t'attends 600 là, qui est égal à 0,5 moins 0,191, j'ai 0,309 sur 0,723 moins 0,191, et j'ai 0,532. Donc, d'après le calcul, نلقاو اللي الميديال ايغال 1548 ظاهر لهنا انا ماهمش كيف كيف دونك شنو هي الانتربريتاسيون تاع الميديال شنو نقول نقول اللي لي سالاري هذوما ريسيفون موان دو 1548 كي ريبريزونت 50% دو لا ماس سالاريال باه اخر انديس باش نحسبوه ولا اخر كالكيل باش نشوفوه مع بعضنا بعد نحسبوا الميديان والميديال باش نشوفوا لا ميزور دو لا كونسونتراسيون ميزور دو لا كونسونتراسيون سميتو انا لهنا دلتا سي لا فارياسيون ان فيت ما بين الميديال والميديان دونك كي تيغال شنو هو لا فارياسيون الميديال موا لا ميديان سور ليتوندي الاو هذه سي ليتوندي ليتوندي شنو هي l'observation maximale elle est 1000 et l'observation minimale elle est 7000 donc عندي انا الميديال لقيتها 1548 دينار moins 1440 دينار تاع الميديان sur 2100 moins 600 هذه l'étendue ولا نسميها زاد x max moins x min en fait نلقى ان الدلتا كوات ايغال اي ايغال 108 sur 1500 qui est égal à 0,072, à peu près 7,2%. Tant que le delta هذه صغيرة برشا, donc نقولوا اللي الكونسنتراسيون est faible. Donc هنا je قلت puisque delta est très faible ou elle est très petite, donc il y a une faible concentration. Alors merci bien اللي تبعتوني حتى الشهر الاخر نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفرق ما بين الميديان والميديال كيف كيف عرفت كيفاش تصوروا الكورف دو لورانز وال لانديس دو جيني كيفاش نحسبوها ان شاء الله اكون وفقت في الفيديو هذا ميرسي بوكو نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر ما تنساوش عايشكم ما تنساوش كان عجبكم الفيديو تلايكيوه بارتاجيوه كان انت تتبع فيا ومازلت ماكش عامل ابوني ما تنساش تنزل على الابوني وتفعل زر الجرس باش ما يفوتك حتى فيديو الى اللقاء